ازيكم عاملين ايه؟ معاكم الفرعون المغربي في فيديو جديد هنتكلم فيه عن اخبار جديدة وهنتناقش عن قضايا كوميدية جزائرية كالعادة. في البداية عايز اقول لكم خبر انه زي ما احنا قلنا من يومين في حلقة اتكلمنا فيها عن الموضوع ده، انه العمامرة وزير خارجية الجزائر الجديد اللي الجزائر جابوه عشان هم عارفين ان هو كاره للمغرب زي يعني كل حكامهم. العمامرة في أول تصريح ليه هو كان في محفل دولي كبير وبيتكلم في وسط رؤساء كتير ووزراء خارجية كتير وناس مهمين ومسؤولين من الأمم المتحدة وناس مهمة جدا يعني، فكل الناس كانت بتتكلم عن وباء كورونا والأضرار اللي لحقت بدول العالم كلها من وباء كورونا، كل واحد بيتكلم في المشاكل اللي في بلاده، كل واحد بيتكلم عن المساوئ اللي حصلت بسبب كوفيد، وكل واحد بيتكلم عن المعاناة اللي بيعانيها شعبه أو بلده نفسها بتعانيها من وباء كورونا. ده الوحيد، العمامرة هو الوحيد اللي ساب الدنيا كلها واللي فيها وقعد يتكلم عن المغرب والصحراء المغربية ويتكلم عن تفاصيل الصحراء المغربية، وطبعا هو ما بيقولش عليها الصحراء المغربية، وقعد يقول ان احنا بنطالب بالحرية وان الشعوب تمتلك حرية الرأي والتعبير، ويعني ان هي تحقق يعني تقرير المصير بتاع الشعوب، هو لازم يكون كل شعب عنده حرية تقرير المصير وحق تقرير المصير. فالحقيقة انه السيد عمر هلال الممثل المغربي في الامم المتحدة رد عليه رد يعني الحقيقة افحمه، يعني رد عليه قال له الحقيقة انه لما تكون انت دولة بتنادي بحرية الرأي ودولة بتنادي بحق تقرير المصير للشعوب لازم ان انت تكون بتطبق ده على كل حاجة، ما تكونش بتعمل ده بمعايير متفاوتة، يعني ما تكونش بتعمل ده بتطبقه في حاجات وحاجات لا. قال له انت نفسك ما بتديش الحق ده لشعب جمهورية القبائل المحتلة من قبل الجزائر والشعب القبائلي المناضل، الشعب القبائلي البطل، انت ما بتديلوش الحق ده برضو، انت مش مديله حق تقرير المصير، فبلاش تزايد على حاجات انت اصلا مش قدها وتعمل كلام هو لا يطبق من قبل دولتك اللي محتلة لحد النهاردة جمهورية القبائل المحتلة. وطبعا الحقيقة انه رده افحمه جدا، يعني الراجل معرفش يرد، العمامرة معرفش يرد، يعني في اول محفل دولي طالع يتكلم معرفش يرد، زنقه يعني السيد عمر هلال. فالحقيقة عجبني جدا الرد اللي افحمه بيه السيد عمر هلال، وكان ليه تأثير كبير جدا كمان في ردة الفعل. كمان رئيس جمهورية القبائل المحتلة اللي هو كان اتكلم قبل كده في حاجات كتير جدا تخص الصحراء المغربية، وان هو نفسه يفتتح، نفسه يعني جمهورية القبائل تفتتح قنصلية في مدينة العيون، قال ان هو بدأ يعمل على اصدار باسبور خاص بجمهورية القبائل، وبيتمنى انه المغرب يعترف بالباسبور ده ويتعامل بيه، وطبعا في حد علمي يعني ان شاء الله انه المغرب هيعترف طبعا بالباسبور ده، لانه المغرب بينادي بحريات الشعوب وملك المغرب بينادي بحريات الشعوب، راجل دايما دايما بيدعم الاحرار ودايما دايما ضد احتلال الاراضي اللي بيعمله الجزائر واللي بيحاول يعمله الجزائر في جمهورية القبائل المحتلة. فالحقيقة انه رئيس جمهورية القبائل المحتلة يعني تمنى انه المغرب يدعم جمهورية القبائل المحتلة وشعبها البطل بالباسبور، ان هو يعني يعترف بالباسبور ده، وطبعا انا متوقع الترحاب اللي هيلاقي بيه المغرب يعني الموضوع ده، في يعني في مقترح من رئيس جمهورية القبائل ان هم يفتحوا قنصلية في العيون. كمان وزير خارجية اسبانيا في اول حوار لي واول خطاب لي قال جملة مهمة جدا يا جماعة ما ينفعش ان احنا نفوتها ابدا، اعترف اعتراف اسباني رسمي انه اسبانيا لا يمكن انها تقدر تقاوم المخاطر الامنية اللي بتخاف منها اسبانيا بدون الامن المغربي. قال انه احنا كاسبانيا مش هنقدر نواجه مخاطر الامن اللي من كل الاتجاهات بدون المغرب، فده اعتراف كامل ورسمي للي كانوا بيتريقوا علينا قبل كده وبيقولوا الامن المغربي والمخابرات المغربيه هي اللي بتامن اسبانيا ويضحكوا قوي، فاحنا بنقول لهم اهو انه وزير خارجيه اسبانيا طلع قال انه المغرب احنا من غير المغرب مش هنقدر نامن نفسنا، بالبلدي كده من غير المغرب ما نقدرش نامن نفسنا ولا نقدر نحمي نفسنا من المخاطر الامنيه اللي ممكن تهددنا، فالامن المغربي هو رقم واحد في المنطقه دي، وقلت لكم ده 100,000 مره، وانه المخابرات المغربيه بتحمي دول كتير جدا في اوروبا امنيا. الخبر الكوميدي بقى يا جماعه، مش احنا لازم برضو نطلع حاجه جزائريه كده كوميديه في الاخر، ما ينفعش نعدي الامور كده يعني. في صفحه رسميه جزائريه
نشرت زي بيان بالمسجلين في قائمة المستفيدين من السكن الاقتصادي، يعني في ولاية ما في الجزائر، أنا مش عارف اسمها الحقيقة يعني. فهم حطوا قائمة شوية من الشباب، شباب يعني، اللي مستفيدين من سكن زي سكن يعني اقتصادي، أو سكن للناس يعني اللي هم بتعملهم سكن زي الشباب يعني، سكن للشباب، للشباب الجداد او للي مش قادر ان هو يعني يشتري بيت غالي. فالدولة يعني حاطة قوائم الناس اللي مستفيدة من البيوت دي يعني. فالحقيقة انه في وسط القوائم دي كان في شاب غلبان جدا، شاب معهوش فلوس، شاب بيعاني. يا جماعة، الصفحة الجزائرية والاخبار الجزائرية حطته في وسط الناس دول. الشاب ده الحقيقة ان ظروف الدنيا جت عليه جدا، واضطر ان هو يعني يلجأ للجزائر، لانه الجزائر بلد الخير وحكومة الخير، ويعني الحكومة الجزائرية ما بتنساش حد غلبان يعني. فالحقيقة انه الجزائر وقفت جنبه جدا، وهو طالب الجزائر بانه يكون من المستفيدين بالشقق الاستثمارية اللي موجودة في الجزائر. والحقيقة انه الشاب ده هو مشهور طبعا لانه شاب فقير قوي معهوش فلوس ومش لاقي ياكل، واتحط في القوائم دي واسمه ما اتشالش لحد اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دي يا جماعة. فربنا يكون في عونه. الشاب ده هو ليونيل ميسي يا جماعة. ايوه، ليونيل ميسي محطوط في قوائم المستفيدين من السكن الشباب الجزائري. حد يقول لي ايه ده؟ ايه رأيكم؟ ليونيل ميسي الشاب الغلبان اتحط في القوائم بتاعت المستفيدين من الشقق الاستثمارية للشباب في الجزائر، وفي قائمة صفحة رسمية دولية وطنية حكومية مهلبية. حد يقول لي ده ايه بقى؟ انا بقى الحقيقة يعني احنا عايزين الارجنتين المفروض تتوجه بالشكر، ونادي برشلونة يتوجه بالشكر لحكومة الجزائر، لانه صراحة الراجل بقى عايزين نشوف برضه شقة لكريستيانو، وشقة برضه لنيمار، وشقة لمبابي يعني، عشان برضو احنا شقه لمحمد صلاح وزياش وحكيمي. الناس دي يا جماعه ناس معاش فلوس، فيعني غلابه، فعايزين نعمل لهم شقق بقى عشان نلم لعيبه الكوره كلهم في حته واحده يعني. احنا بنتمنى ان الجزائر تلم، ورياض محرز برضو بنتمنى ان الجزائر تلم لنا اللعيبه كلها في حته واحده يعني. يا ريت يا ريت والله. احنا بنشكر جدا الحكومه الجزائريه ان هي يعني استثمرت، ويعني الحقيقه جت على نفسها ودفعت فلوس لميسي عشان يلاقي شقه يسكن فيها هو ومراته وعياله. فيعني برضه رونالدو مش غريب، برضه رونالدو لعيب كبير، وميسي ونيمار يعني نيمار، اللعيبه دي كلها لمهم مع بعض. يا ريت والله، عشان برضه اللعيبه برضه تونس بعض في الغربه، وعشان برضه لما يكونوا مش لاقين ياكلوا ولا حاجه ينزلوا كلهم يقسموا مع بعض الرغيف يكفي كتير. متعوده ده كل يوم نكته، يا نهار اسود. يلا كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وعايز رايكم طبعا في الخبر الجميل ده بتاع ان ليونيل ميسي بياخد الشقق من الجزائر ببلاش. متعودة دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.